بمشاركة ممثلو عدد من المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في عدن. أقام قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن لقاء موسعا مع ممثلي 8 مبادرات تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. إلى التفاصيل وتقرير وضح الشليلي. 8 مبادرات شبابية تطوعية استهدفها اللقاء الموسع الذي انعقد بديوان وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. كلمة وزارة الشباب والرياضة ألقاها الدكتور حسن عبد ربه رئيس المكتب الفني بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، نقل خلالها تحيات وزير الشباب والرياضة نايف البكري للمشاركين، مؤكدا حرص الوزارة على دعم مبادرات الشباب وتذليل أي معوقات قد تواجه نشاطهم. طبعا وزارة الشباب والرياضة قامت بالتواصل مع مكتب الشباب في عدن لإحياء هذا اليوم، ومكتب الشباب قام في التواصل مع المديريات، وقام مدير مكتب الشباب في عدن بالتواصل مع المديريات ورفع المبادرات والجمعيات النشطة، والجمعيات المبادرات اليوم قامت برفع مقترحاتها. آلية تنفيذ المبادرات التطوعية المزمع تنفيذها في عموم مديريات محافظة عدن هو ما تضمنه برنامج قطاع الشباب الذي ضم ممثلي المبادرات 8. نحن جينا ممثلين عن مديرية الصيرة في اليوم العالمي للتطوع، طبعا وشاركنا في مبادرة اسمها بعنوان الابتزاز الإلكتروني ضد المرأة والتوعية فيها، كيف نعمل على توعية المرأة بناتنا وأخواتنا في المجتمع. طبعا نحن معنا في اليوم العالمي للتطوع حملة نظافة في مديرية خورمكسر على الساحل الأبين وعلى الجولات الجديدة في خورمكسر. الأنشطة اللي بنقوم فيها في المبادرة تستهدف أكثر من منطقة في مديرية البريقة، من هذه الأنشطة أنشطة حملات نظافة، وكمان معانا أنشطة توعوية اللي هي متعلقة في التحرش الإلكتروني في أكثر برضو من منطقة في مديرية البريقة. وكان اللقاء الخاص الذي أقامه قطاع الشباب والرياضة بمشاركة ممثل المبادرات الشبابية والعمل التطوعي بعدن تم خلالها التعريف بمهام ونشاط كل مبادرة مع تقديم البرنامج التطوعي الذي سينفذ على الأرض، ليختتم هذا اللقاء بتسليم ممثل المبادرات مبالغ مالية تساعدهم في إقامة وتنفيذ هذه المبادرات. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.